معتذر كمان مرة بعد المشكلة المرة التانية بسبب التاب. تعال نكمل كده بسرعة بقى. احنا قاعدين من الصبح قاعدين نقول الطريقتين اللي الناس بيستخدموهم عشان يخزنوا ايه ال داب عندنا. طيب حلو جدا. بص يا سيدي، لو افترضت ان انت عندك شركة اسمها سمول نت انكوربريشن، خلاص هوريك اهو الطريقه اللي هينظموا تخزين الداتا فيها في ال داب. خلاص، مش احنا قلنا ان ال داب ده بيخزن بياناته زي الروت فايل سيستم بتاع اللينكس، صح؟ حلو. طيب استنى بقى هوريك اهو. الشركه دي عندها فرعين، فرع في امريكا والفرع التاني في مصر، خلاص. طيب تفتكر بقى ايه الاحسن يخزنها ازاي؟ تعرف كان بيعمل ايه؟ كان بيقول لك انا عندي الستيت هي عبارة عن يو اس، والاورجانيزيشن بتاعتك اسمها سمول نت انكوربريشن، وده كان بيستخدمها عشان يعمل ايه؟ عشان يبين ان ده فرع الشركة اللي موجود في امريكا اللي بيمثل مين؟ سمول نت. مش كده؟ لحد دلوقتي عندك مشكلة؟ طيب عشان يمثل لك الفرع بتاع مصر كان بيقول لك ايه؟ كان يقول لك انا عندي ستيت، او لو انت قلت لي ستيت، بالمناسبة ستيت دي كانت بتوصف ايه؟ يعني تعالى كده عندي، يعني بشتغل معاك والله من دماغي. الستيت دي بتوصف الولاية، صح؟ كتم كلمة ستيت تنفع؟ بأمانة كانت تنفع؟ لا 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 لا، ده ستيت دي ما كانتش تنفع. امال اللي كان ينفع هنا؟ كان ينفع هنا السي اللي هي ايه؟ الكونتري، صح؟ طيب لو عايز اقول لك ان الفرع بتاعها اللي في اليو اس موجود مثلا وليكن فين يا سيدي؟ قول لي اسم ولاية أمريكية اللي موجودة في مصر، هفترض ان هو في كايرو وفلوريدا. حلو، فده كان عايز اقول له انا عايز اوصف الفرع اللي موجود في فلوريدا اللي موجود في البلد اللي اسمها امريكا، صح؟ او ال اي. ها كان هيقول لك ايه؟ امسح ده بقى كله كده خالص. كانت تخزن ازاي ديا؟ كان هيقول لك انا عندي، انا موجود في انهي ولايه، في انهي كانتري، الشركه بتاعتي اللي اسمها، الاورجانيزيشن اللي اسمها، اللي اسمها ايه؟ سمول نت انكوربريشن. حلو. طيب في الحاله الثانيه لو انا بقول لك على مصر كنت بقول لك ايه؟ انا موجود جوه المحافظه اللي اسمها القاهره، جوه البلد اللي اسمها مصر، جوه الاورجانيزيشن او الشركه اللي اسمها سمول نت انكوربريشن. حلو الكلام. دي كانت طريقه وكانت الناس شغاله بيها. الطريقه دي كان اسمها، الطريقه دي كلها على بعضها كده اسمها الداب 509. لا الداب 500، اسف، الداب 500 دي كانت طريقه. طيب مع خلي بالك انا قلت لك ان ال داب ده اول تطوير له او افكار التطوير بتاعته بدات في السبعينات، تحديدا سنه 75 كانت اول افكار التطوير بتاعته. خلاص داب ده اختصار دايركتري اكسس بروتوكول، خلاص. و500 ده كان ستاندرد عشان يخزن بيه الداتا في ال داب. فبص عندك كده لو انت كنت قسمتها، لو انت كنت رتبتها كترتيب الشجر اللي احنا قلنا عليها، كانت تبدا عندك بسمول نت، تحت منها الدوله، تحت كل دوله الايه الولايه او المحافظه اللي هي موجوده منها الايه، والتانيه اللي بعدها ايه كايرو. طيب الدنيا اتطورت قوي بعد السبعينات وبدا يظهر الانترنت، والدي ان اس بدا يستخدم كواحد من افضل الانظمه اللي موجوده. ليه؟ لان الدي ان اس بيضمن لكل شركه ان هي او يكون عندها حاجه اسمها يونيكنس. عارف يونيكنس يعني ايه؟ او يونيك نيمز. كل شركه هيكون عندها اسم بتاعها خاص بيها، وعمر الاسم ده ما هيتكرر مره تانية، صح؟ يعني لو عندك شركتين في نفس البلد اسمهم سمول نت
والشركتين دول ايوه هحكمها عن طريق الاسم بتاع الدومين بتاعها، صح؟ تخيل لو انت عندك شركتين اسمهم سمول نت، تخيل في مصر كده لو انت عندك محلين، المحلين دول يا سيدي بتوع طعميه زي ما ماشيين في مصر بالنظام، اي حد يفتح محل اعمل واحد زيه بنفس الاسم بنفس كل حاجه وهيكسب زيه بالظبط. فتخيل انت عندك كده، عندك مثلا نص القاهره ليها محلات شبه بعض بنفس الاسم، وكلهم في نفس المحافظه، مش كده بس، وكلهم في نفس المدينه، ده في نفس المنطقه محلات بنفس الاسم. تخيل انت كده اللي اقول لك ايه الانتر اوبرابيلتي بتاع الاورجنايزيشنز دول مع بعض كانت تبقى عامله ازاي. تخيل عندك مطعم عمل لنفسه دايركتوري، ومطعم تاني عمل لنفسه دايركتوري، والمطعمين في نفس المدينه في نفس المحافظه، والاتنين في نفس الدوله، مش كده وبس، والاتنين بنفس الاسم، وده بيملكه شخص ويعتبر يعني مستقل بذاته، وده بيملكه شخص تاني يعتبر مستقل بذاته. ايه الحل فيه؟ خلاص. طيب دي كانت مشكلة موجودة مع الطريقة دي. طب الطريقة التانية بقى، الطريقة التانية قلنا مع تطور الانترنت بدأ يظهر الدي ان اس عشان يوضح اليونيك نيمز بتاعت الدومينز. يعني كل شركة بقى ليها موقع، خلاص، وكل موقع يونيك، يعني ما ينفعش شركتين يكون لهم نفس اسم الموقع، يعني صح؟ عمر حد فيكم شاف شركتين لهم نفس اسم الموقع؟ ما ينفعش. فبدأ يظهر ايه الترتيب بتاع الدي ان اس، وترتيب الدي ان اس ده مثلا وليكن انا عندي شركه اسمها سمول نت، عندي شركتين اسمهم سمول نت، واحده هتاخد الدومين ده، واحد اسمه سمول نت دوت اورج، والتانيه اسمها سمول نت برضو بس المره دي يبقى دوت كوم. هل كده قدرت افرق بين الشركات ولا لا؟ قدرت افرق طبعا بكل سهوله، صح؟ فالطريقه دي في التنظيم كانت عامله ازاي؟ بيبدا بايه؟ كوم، بعد كوم بيقول لك ايه اسم الشركة اللي عندي سمول نت. طيب الشركة دي يا سيدي ليها فرعين، والله براحتك بقى، براحتك، اعمل لك فرع بتاع امريكا والفرع التاني بتاع مصر. الفرع بتاع مصر فيه كايرو، والفرع التاني، الفرع التاني لوس انجلوس. طيب ولا ماشي ايا كان الاسم بتاع الولاية اللي انت فيها يعني، او المدينة اللي انت فيها. طيب حلو جدا. طيب لو انا جيت ارتبه بقى كده، لو انا جيت ارتبه عندي بالشكل بتاع ال LDAP بالاتريبيوتس بتاعت ال LDAP، كنت هقول لك كده كان هيبقى اسمه مثلا eg.smallnet.com. طب انا عايز الترتيب بتاع ال LDAP كان كنت هكتبه ازاي؟ eg ده اللي هو رمز الايه، او كايرو كمان ممكن اقول لك كده كايرو.eg.smallnet.com. حلو جدا. طيب ممكن اقول لك ايه كده، ان الستيت بتاعتي اسمها كايرو سي اي، وايه كمان، وان الكانتري هي عباره عن ايه اي جي، وال ده بقى بقى اسمه ايه بقى دلوقتي، ده ما بقاش اسم الشركه، ده بقاش اسم الاورجنايزيشن، لان الاورجنايزيشن دلوقتي بتتكون من جزئين، فده بقى يعتبر كومبوننت وده بقى يعتبر كومبوننت تاني، فده بقى اسمه الدي سي دومين كومبوننت. الدي سي بتاعك اسمه سمول نت، وسمول نت دي جزء من الدي سي الكبير اللي اسمه كوم. عرفت كلمة دي سي ايكوال كذا ودي سي ايكوال كذا وبعد كده سي تساوي كذا وستيت تساوي كذا جت منين؟ عرفت الكلمة دي جت منين؟ ده جت من الستاندرد اللي الناس شغالة بيه على حسب الستاندرد بتاعك. طيب بيقول لك بقى المفضل، المفضل لو انت بتبني دايركتوري سيرفر، لو انت بتبني دايركتوري سيرفر تبنيه بانهي طريقة؟ تستخدم طريقة الدي ان اس، خصوصا لو انت بتفكر في يوم من الايام تانتجريت نفسك مع شركة تانية. خلاص؟ ها صعبة الحكاية دي؟ صعبة؟ حد يرد؟ طيب متأكدين؟ محمد ماهر. طيب حلو جدا. حد مش عارف الاسماء دي جت منين؟ احنا قلنا امبارح في اسماء كده، صح؟ فاكرين امبارح؟ حد فاكر امبارح؟ دي هنتكلم عنها كمان بشكل مفصل كمان دقيقتين كده، اصبر على رزقك، وهقول لك بقى ايه بقى ايه الاحتياطات اللي تاخدها لما بتيجي تبني دايركتوري سيرفر، ايه الاحتياطات المفروض تاخدها وانت تبني دايركتوري سيرفر. خلاص؟ وهنتكلم على المودلز بتاعه ال LDAP دقيقتين بس، اصبر على رزقك وهتلاقي كل حاجه جايه لك. طيب لحد دلوقتي حد عنده مشكله؟
لما تيجي تبني ال داب يبقى عندك اتنين ستاندرد، واحد اللي هو الداب 500 والتاني اللي هو ايه الطريقه بتاعت دي ان اس. حلو جدا. طيب تعالى كده ايه اديك مثال يا سيدي. بص عشان ما يعني ما اضحكش عليك، يعني المثال اللي هديهولك هو عباره عن داتا موجوده قبل كده عندي خلاص، انا وانا كنت بجرب مع نفسي كنت بقى ايه باخد داتا عشوائيه من على موقع النت وبقعد اعمل ايه من ايام زمان، يعني من يجي سنتين ونص كده ولا حاجه ولا 3 سنين، كنت بقعد اجيب داتا من على النت وايه واحاول انت اعمل لها انتربريت وترجمها. طيب هي فين؟ هجيبها لك اهي ثواني. هديك اسماء ناس واقول لك ترجم لي الناس دول. والنبي يا ابني ما انا عارف انا وديتها فين اساسا، لان انا بقالي كتير جدا. والله يا ابني مش فاكر انا. بص انا يعني ايه هفتكر معاكم كده، يعني مش هفتكر. تعال اخترع مثال. اخترع مثال منين؟ طيب مش لاقيها والله. فروم نت، تعالى ندور على النت. عايز حاجة زي كده. ماشي اديني اسم واحد في الكورس معاكم كده. يلا حلوة الفكرة دي، اديني اسم واحد معاكم في الكورس. يلا وليكن هاخد الاسم بتاعك انت. انت مثلا ماشي هديك. انت هفترض ان محمد ماهر نصر موظف جديد جاي يشتغل عندي في الشركه، فانا هيجي لي بيانات بالمنظر ده، محمد ماهر نصر. ده الاسم بتاعك. حلو جدا. سنجل. حلو ماشي. ايه تاني؟ بلاش سنجل دي عشان ما تصعبش الموضوع على نفسك، خليه مبسط، خليه مبسط شوية. الجنسية بتاعتك صح؟ او تعال ناخد الايميل بتاعك، محمد دوت ماهر مثلا at gmail.com. جالك ايه كمان؟ جالي مثلا يا سيدي التليفون بتاعه، الفون بتاعك بلس 2 زيرو 2 زيرو مش عارف 3 4 7 1 5، اي رقم تليفون. ايه تاني؟ لا بلاش صعب الموضوع، خليها كده مثال بسيط خالص في الاول. يعني تحط الباسورد مثلا والسن ومش عارف ايه، خلينا في الاتريبيوتس اللي احنا اتكلمنا عليها امبارح، فاهم؟ يعني مش عايز ادخلك في اتريبيوتس تانية اضافيه، بدخلك في الاتريبيوتس. يعني انا عايز ايديك تمشي الاول في الاتريبيوتس اللي احنا خدناها امبارح اللي هم بتوع الخمس ست اتريبيوتس، بعد كده عايز تضيف اتريبيوتس ضيفها يا سيدي براحتك. ايه رايك؟ يعني خلينا ماشيين واحده واحده عشان لو نطينا فجاه انتوا هتقعوا مني، فمعلش خلينا ماشيين واحده واحده. ايه تاني اللي ممكن اخده عنك؟ ايه تاني؟
وليكن انت من محافظة ايه؟ انت من القاهرة مثلا. خلاص انت مش من القاهرة اصلا، انت من الغربية بس يعني ايه. طيب ممكن اقول لك الـ القاهرة، ودي بياناتك. 15 اقول لك ايه، صلاح سالم. طيب الـ البوستال كود بتاعك وليكن 1230، ايه رايك في الحكايه دي؟ طيب انت اخترت لنفسك ان اليوزر اي دي بتاعك تكون محمد ام ام نصر بالمنظر ده، انت اخترت ده الاسم بتاعك. خلاص ايه تاني؟ ايه تاني؟ ماشي، خلينا في دول كده في الاول كده. تعال نترجم الكلام اللي جاي لك ده من شؤون الموظفين، تعال نترجم المثال ده بما انه اول مثال بلاش نكبره اكتر من كده، وتعال نترجم المثال ده صغير دون لايه، لصيغة ممكن نكتبها في ال LDIF. ماشي كده من الاخر، صيغة اللي ده بيعمل لها اكسبت. طيب تعالى كده نترجمها الكلام ده. اول حاجة عندك اللي هي ايه، ممكن اقول ان الكومن نيم بتاعك هو اسمه ايه. احنا قلنا امبارح الالديف بيتكتب ازاي، الالديف عبارة عن تكست فايل بيتكتب ازاي، الكومن نيم او بيتكتب الاسف الاتريبيوت بتاعك والفاليو بتاعته، صح؟ ده الاتريبيوت والفاليو، الاتريبيوت والفاليو. طيب الكومن نيم بتاعك محمد ماهر نصر، دي اول واحده. طيب خدنا ايه كمان؟ خدنا التليفون، صح؟ التليفون نمبر، رقم التليفون بتاعك اللي احنا كنا واخدينه فوق 02 مش عارف 0 كذا. حلو، ايه كمان؟ اليو اي دي كتبناه، اليو اي دي بتاعك كان ام ام نصر. حلو، بعد كده الايميل بتاعك، الايميل ما اسموش ايميل عندك، لا اسمه ميل كاتريبيوت. الميل بتاعك وليكن اسمه محمد دوت ماهر اللي انت كنت مديهولنا فوق ات مش عارف جيميل دوت كوم، ايه رأيك؟ ممكن اقول لك كمان ايه تاني ممكن اكتبه. تعال نطلع كده فوق، احنا ادينا الاسم الكومن نيم، وادينا الايميل، وادينا رقم التليفون، وادينا اليوزر اي دي، وادينا كمان العنوان. العنوان هو اللي فاضل، العنوان. حلو، العنوان هنمسكه بقى نقسمه حضرتك. ليه؟ العنوان دلوقتي 3 خانات، اول واحده الراجل ده من انهي محافظه، خلاص. تاني واحده رقم او الشارع بتاعه ايه. تالت واحده البوستال كود، ما دام هي جالك كده ولازم تتقسم يبقى هتقسمها غصب عنك، مفيش فيها كلام. طيب تتكتب ازاي؟ اول حاجه عندك الراجل ده من انهي محافظه، ال عارف ال معناها ايه، اللوكاليتي، اللي دي معناها اللوكاليتي، انت من انهي محافظه، خلاص. وليكن انت من القاهره يا سيدي. ايه كمان؟ انت من انهي شارع، الشارع بتاعك كان مش عارف 15 صلاح سالم. طيب ايه كمان؟ البوستال ادرس بتاعك، فاكر البوستال ادرس او البوستال كود، البوستال كود اتناشر مية وتلاتين. حلو جدا. بالمناسبة كمان عايز اقولك على حاجة، شفت الاسم ده، الاسم اللي ده تقولك محمد ماهر نصر، محمد ماهر نصر ده، انت عارف ان الاسم ده ممكن اقسمه لاجزاء هو كمان. انا قلت لك في ناس بيحاولوا يخزنوا الفيرست نيم واللاست نيم كل واحد لوحده، صح؟ ممكن اعمل معاك حركة قاسية واجي اقول لك ايه، انا ممكن اخزن
الاسم الاولاني، الاسم الاولاني اسمه given name، وهسميه محمد. طيب ممكن كان كمان اخزن ايه، تعال ناخد كده مساحه كده، الاس نيم، السير نيم يعني الاسم الاخير بتاعك، نصر. مش كده؟ ايه تاني يا ريس؟ ناسيين احنا حاجه كده؟ انا هسألكوا سؤال، احنا ناسيين حاجه؟ ها، اللي احنا خدناه امبارح كده كل البيانات تقريبا خدناها، يعني كده معظم البيانات خدناها، بس هل في حاجه احنا ناسيينها؟ تعال كده نمسح اللي فوق ده بقى، خلاص احنا خدنا البيانات دي، ناسيين احنا حاجه كده؟ ها، حد يرد عليا؟ واحد بيقول لي لأ. محمد ماهر ايه ردك؟ محمد ماهر دلوقتي نمت؟ واحد قال لي الدي ان. الله عليك الله عليك. بص انا قلت لك قبل كده ان انت لازم يكون عندك يونيك ايدنتيفاير لمين؟ لكل انتري جوه او لكل اوبجكت موجود عندك جوه ال LDAP، صح؟ طب هو فين اليونيك ايدنتيفاير ده؟ فين الديستنجويشد نيم؟ يبقى ده اول واحده ناقصه. طيب دي اول واحده، في حاجه كمان ناقصه؟ حد شايف حاجه ناقصه؟ ايوه في حاجه كمان ناقصه. لا الار دي ان مش اساسي. اقول لك ايه الخازوق الناقص عندك وانت ما خدتش بالك منه؟ الراجل ده عبارة عن ايه؟ وده اللي انا كنت مستنيها منكم، صح؟ صح ولا غلط؟ ايه الاوبجكت كلاس بتاع الراجل دوت بالظبط؟ شفت انا وصلتك لايه؟ مثال صغير جدا اهو، مثال صغير جدا. شفت انت نسيت منه ايه؟ حاجتين مهمين جدا ما ينفعوش من غيرهم. بالمناسبة أنا قلت لكم امبارح إن في تلات أنواع من الكلاسز موجودة، صح؟ كان في عندك إيه؟ الأبستراكت كلاس، كان في عندك الأوكزاري كلاس، وكان في عندك إيه؟ الستراكشرال كلاس. خد عندك المعلومة دي، أي أوبجكت في الدنيا أيًا كان، أي إنتري في الـ LDAP أيًا كانت، خلاص؟ بيكون له ستراكشر كلاس واحدة فقط. خليك فاكر المعلومة دي. طب انا عايز اضيف له اتريبيوت تانيه يا سيدي، هتضيف له منين؟ من الاوكسيلري كلاسز اللي موجوده. خليك فاكر الحته دي تاني تاني، خليك فاكر اي اوبجكت ممكن يكون ممبر في اكتر من اوكسيلري كلاس، لكنه بيكون ممبر في ستراكشرد كلاس واحده فقط. خليك فاكر، ماشي؟ طيب حلو، الدي ان بتاع الراجل ده، تعالى كده نشوف اتريبيوتس هنا ينفع استخدمها كدي ان له. تعالى كده بص الدي ان، ايه الحاجة اليونيك اللي هنا اللي ممكن استخدمها؟ ايه الحاجة اللي ممكن استخدمها هنا يونيك كده؟ اليو اي دي. حلو، ممكن واحد تاني يقول لي انا هستخدم الكومن نيم، ينفع؟ على فكره ينفع، مفيش اي مشاكل، بس خلي بالك لو انت استخدمت الكومن نيم معنى كده ان اي كومن نيم تاني مش هينفع تخليهم شبه بعض عندك فين؟ في المكان ده. ينفع بالظبط، ينفع بس بظروفها. ليه؟ لان ما تجيش يكون عندك اتنين يوزر، واحد اسمه محمد احمد علي والتاني اسمه محمد احمد علي، والاثنين تحط لهم نفس الدي ان، ما ينفعش. خلاص حلو جدا. طيب الدي ان عندي هنا اترجمه ازاي؟ الميل ينفع كمان على فكره، اي اتريبيوت ينفع بالمناسبه، ما انا بقول لك اهو ينفع. خلاص ممكن اقول له الديستنجويش نيم بتاعي اليو اي دي ايكوال تو محمد ماهر نصر، ام ام نصر، مش ده اللي احنا خدناه؟ ايه كمان؟
صح. احنا كنا واخدين المثال بتاعنا اللي قبل فات ده، قبل كده كنا عاملين لك ايه، ان مقسمها على حسب المحافظة وعلى حسب ايه كمان، على حسب المحافظة وعلى حسب المدينة صح. كانت الستيت بتاعتي ايكوال تو كايرو، ايه كمان ايه تاني، دي كانت المدينة لسه، ايه المحافظة صح ولا كانت الكانتري؟ كانت الكانتري صح. سي ايكوال تو ايجيبت، ايه كمان، والدي سي ايكوال تو سمول نت، والدي سي ايكوال تو كوم. اسألي حلاوة اسأل. لا اس تي معناها ستيت، ستريت كاتريبيوت اسمه ستريت زي ما هو كده، ستريت اسمه ستريت زي ما هو، اس تي معناها الستيت. طيب تعال بس نمسح دي كده ونكتبها تحت شويه عشان نوفر مساحه. الاوبجكت كلاس بتاع الراجل ده، ولنفترض ان انا عملت ابستراكت اوبجكت كلاس اللوكاليتي، الراجل ده من انهي مدينه، زي واحد بيسألك انت منين، الفرق ما بين منين وايه، او المحافظه بتاعتك ايه والمدينه بتاعتك ايه. لا حضرتك ثانيه واحده، لو انا كمصطفى، انا من الدقهليه صح، انا من الدقهليه، منين، مدينه ايه، مدينه اجا صح، يبقى ال بتاعتي دلوقتي ايه، ال بتاعتي تبقى ايه، طب الاس تي تبقى ايه، شفت الفرق؟ ايوه وصلتي حلاوه. طيب حلو، الاوبجكت كلاس بتاعتك بقى، والله افترض ان انا كنت عامل اوبجكت كلاس مسميها مثلا، هي ابستراكت مسميها بيرسون، واعمل اوبجكت كلاس تانية وليكن كنت مسميها موظف اورجانيزيشن بيرسون، دي كانت ابستراكت ودي كانت structural. طيب الراجل ده في الحالتين هقول له انت الاوبجكت كلاس بتاعتك الاولانيه هي ايه، هي بيرسون، والاوبجكت كلاس الثانيه اللي انت ممبر منها هي مين سيادتك، organization person. ايه رايك صعبه؟ ها كده يبقى انت خزنت بيانات الراجل ده كلها عندك زي الحلاوة من غير اي مشاكل. ها لو جات لك اي بيانات اي موظف عندك تعرف ترجمها؟ صعبة يا ابني، ما تستعجلش على رزقك، اصبر واحدة واحدة بس. انت لحد نص ساعة فاتت ما كنتش، لو كنت خدت لي بيانات كان ما كنتش عارف تكتب ال DIF ده صح. طيب تعالى كده يا سيدي اعمل ايه، تعالى كده نكونكت على المكنة ماشي كده، حلو جدا. مفيش عندي هنا ملفات تقريبا خالص، انا كونكتت كروت. تعالى اعمل كده ام كي داير هسميها ال ديف فايلز، وتعالى اعمل كده ملف ال ديف بص عندك كده. اول ما بتعمل الملف لو جيت كده قلت له سي ان، بص من غير ما اعمل اي حاجه ايه اللي بيحصل، حد واخد باله ايه اللي بيحصل؟ بص ايه اللي بيحصل معاك بالفيم، ايه اللي بيحصل، ها بيلون صح، حلو، هيساعدك، هيساعدك كتير جدا وانت شغال، الله عليك، دي حاجه كويسه جدا، دي حاجه ممتازه. وليكن هسميه ملف تكست عادي، افتحه تاني كده بص ايه اللي حصل معاك،
طيب لو جيت عملت كده، اللي عايز اقوله لك بقى، لو انت زي ما بتقول كده محمد يا مارك غلط، اللي انت بتقوله غلط. ليه بقى؟ لان الفيم مش هيحفظ اسماء الاتريبيوتس اللي هنا، خلاص. فما تفتكرش ان انت لما تكتب اتريبيوت غلط هيزمر لك، لا 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 لا، لازم تكون عارف اسم الاتريبيوت صح. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. ارجع، لا مفيش حاجه زي فايس ودو خالص، مفيش. طيب كلام جميل. الحاجه التانية اللي عايز اقول لك عليها، بص، لو انت جيت كده قلت له هنا ان السي ان الاول، وبعد كده قلت له الاوبجكت كلاس الاول، وليكن اسم بيرسون، بص بذمتك مش المفروض اقول الاول هو الراجل ده ممبر في انهي اوبجكت كلاس؟ صح. المفروض اقول ايه الاول، اسمه الاول ولا الكلاس الاول؟ زي البرمجه صح، انت بتقول كده. لا بس بالمناسبه لو انت عملت الاسم الاول او الاوبجكت او رتبت الاوبجكت كلاس الاول، مش هيفرق معاك في الترتيب، براحتك وانت بتكتب ال LDIF براحتك. خليك فاكر المعلومه دي. ماشي يا ريس، الترتيب مش مهم. طيب حلو جدا، حلو جدا، ايوه ضيفها على قواعد امبارح. انا قلت لك طول ما احنا ماشيين الكلام هيجيب بعضه. ايه ماشي، ايه تاني؟ اللهم صل على النبي. مش فاكر كنت هقول ايه، كانت في حاجه كنت هقولها بس نسيتها يعني. ما علينا ما علينا. يوزر شير اوبن ال داب مش موجوده، يم سيرش اوبن ال داب اعتقد ان هي عمل لها انستول. مش فاكر والله، مش فاكر، بس كان في باكج كده كنت عايز اوريك حاجه فيها خلاص، بس والله العظيم ما فاكر اسمها ايه. كنت اوريكوا حاجه كويسه جدا يعني، هتساعدك جدا وانت شغال. ماشي، لما تيجي نعمل كونفرجن لليوزر هتبان، بس انا مش فاكر اسمها اساسا يعني دلوقتي. طيب ما علينا ما علينا. ايه تاني اللي كنت عايز اقوله؟ ايوه، الحاجة الأخيرة بقى عشان نبدأ ننتقل فعليا للعملي، نبدأ نشتغل بإيدينا. بص يا سيدي، حاجة مهمة جدا وانت بتيجي تكريت الدايركتوري بتاعتك، خلاص، تسأل وتعرف كويس جدا انت قبل ما تصمم ال داب بتاعك هتستخدم انهي موديل فيهم، الداب 500 ولا تستخدم الدي ان اس موديل. اول معلومه لازم تعرفها انت هتاخد انهي واحد فيهم، دي اول حاجه. طيب تاني حاجه، هل في سبيشال ريكويرمنت او بلاش سبيشال ريكويرمنت، مين هيأكسس ايه؟ دي معلومه تانية لازم تعرفها، خلاص. المعلومه التانيه لازم تعرفها اللي هي ايه، مين هي اكسس ايه. يعني انت محتاج بعد ما تعمل الداتابيس ديت او تعمل الاكتيف دايركتوري، اسف، تعمل الدايركتوري سيرفر ده، محتاج حد يكون له سبيشال اكسس. ايوه بالظبط. طيب هل انت هتسمح لاي حد انه يشوف اي حاجه؟ ده سؤال كمان، دي احتياطات. طيب ايه كمان، هل بعد ما تدي الجلوبال بوليسي بتاعتك هيكون في استثناء لشخص معين؟ يعني انت ممكن تعمل ايه، تيجي مع الاتش ار وتدي لكل التيم بتاع الاتش ار اكسس على بيانات معينه للمستخدمين، خلاص، وتروح جاي كده على واحد من الاتش ار تدي له بيانات خاصه، زي مثلا بياناتهم الشخصيه، هل هو متزوج ولا لا، عنده كام طفل، اسم مراته ايه، صح. وده اللي هنتكلم عليه في الاكسس كنترول ليست، خلاص كده كده هنجيله. بس خلاص بقى احنا كده يعتبر خلصنا. تعالى نعمل ايه، تعالى
الداب سيرش كده اول يوتيليتي هتعرفها. خلاص الداب سيرش، لا 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 مش هكبر المثال الاول. ليه؟ لان هحضر لكم المره الجايه مثال فيه 1000 مستخدم واقول لك تعال نحولهم كلهم لداتا ولا لداب. خلاص الداب سيرش داش اكس. حلو، بص عندك كده ايه اللي حصل، وتعال ناخد الكلام ده كده على لس الداب سيرش. بالمناسبه الداب سيرش ده عباره، تعالى كده ار بي ام داش كيو ال، which LDAP search بص لي بقى يا سيدي. LDAP search ده الباكج بتاعته مدياك الملفات دي، دي اول حاجه. الباكج اللي موفر لك اللي ده بسيرش مديك كل اليوتيليتيز دي وكل المان بيجز دي، دي اول حاجه. طيب اسم الباكج اللي موفر لك الابلكيشن ده او موفر لك التول دي اسمها ايه؟ اوبن ال داب داش كلاينتس. خلاص فلو انت عايز تستخدم ال ال داب سيرش ده لازم تعمل انستول لمين؟ للاوبن ال داب كلاينتس. بالمناسبه باي ديفولت لما تيجي تسطب ال 389 دايركتوري سيرفر او ريد هات دايركتوري سيرفر بيسطب لك الاوبن ال داب كلاينتس. حلو الكلام. بالمناسبه كمان اوبن ال داب كلاينتس دي ممكن تستخدمها مع اي دايركتوري سيرفر، حتى مع الاكتف دايركتوري نفسها. يعني الاكتف دايركتوري ممكن تستخدم معاها اوبن ال داب. خلاص ممكن تستخدمها مع سوزا، مع اي بي ام، اي دايركتوري سيرفر ايا كان. طيب حلو جدا، لو جيت قلت له كده الداب سيرش داش داش هيلب، ايه داش اكس اللي انا بستخدمها دي؟ داش اكس معناها انا عايز استخدم سيمبل اوثنتيكيشن. خلاص انا عايز استخدم سيمبل اوثنتيكيشن. طيب هتقول لي طب ما انا جيت عملت الداب سيرش داش اكس وما سالنيش على اي حاجه. هقول لك هو ما سالكش عن اي حاجه. عارف ليه؟ لان انا عندي في الدايركتوري سيرفر، هوريها لك كمان 3 4 مرات، ان الدايركتوري سيرفر عليه اكسس كنترول ليست بتقول لك اسمح لاي حد ان هو يعمل ريد. فعشان كده ما طلعش طلع لك لسانه وقال لك لا انت بتعمل ايه. خلاص خليك فاكر الحكايه دي. طيب كلام جميل، خد المعلومه دي كمان عندك قبل اي حاجه. بالنسبه ل ريد هات انتربرايز 5، اي حاجه قبل 5 كانت بتسمح ان انت تاوثنتيكيت من ال ال داب بروتوكول. خلاص ال LDAP بروتوكول ده او ال LDAP سيرفر، البلين LDAP بروتوكول، البلين تكست. طيب البلين LDAP بروتوكول ده شغال على بورت رقمه 389. خلاص بالمناسبه الريد هات دايركتوري سيرفر لما خلوه اوبن سورس اول اسم ظهر له سموه بعدها كان اسمه فيدورا دايركتوري سيرفر. خلاص بعد كده غيروا اسمه خلوه 389 دايركتوري سيرفر، وتسمى بالاسم 389 ده نسبة الى رقم البورت البروتوكول شغال عليه. طيب تاني نرجع لموضوعنا بقى، اي نسخة قبل ريد هات 6 كانت بتستخدم، كانت ممكن تسمح لك تستخدم قبل اي حاجة كمان معلش، لما استخدم ال LDAP مع ال SSL باسمه LDAP S. ال داب لوحده ده شغال على بورت كام؟ 389. ايه كمان؟ ال ال داب اس معناه استخدمت ال ال داب زائد ال اس اس ال شغال مع او شغال على بورت كام؟ 636. حلو الكلام؟ النسخ اللي قبل ريد هات 6 كانت بتستخدم ده او ده الاثنين. ماشي؟ ده قلنا بلين تكست، ده انكريبتد. طيب بما ان ده بلين تكست، فحكايه الخوازيق فيك كبيره قوي. من اول ريد هات 6 بقى بيجبرك ان انت تستخدم، لما تستخدم ده LDAP لازم يكون معاه ايه؟ يا اما اس اس ال، يا اما تستخدم ايه؟ يا اما تستخدم
ال LDAP مع الكيربروس. يبقى يا اما تستخدم ده يا اما تستخدم ده، ده ما عادش مسموح لك استخدامه. لكن ده بقى متاح لايه بس؟ بقى متاح للعمليات العاديه اللي هي زي السيرش مثلا، تعمل سيرش لو انت مستخدم الديركت سيرفر بتاعك كايه، ك طريقه تخزن بيها ارقام تليفونات المستخدمين، بس مش بتستخدمها في الاوثنتيكيشن. يعني لو انت مش بتستخدمه في الاوثنتيكيشن وبتستخدمه كنوت بوك بالنسبه لك للشركه مثلا فيها بيانات المستخدمين، عادي مفيش مشاكل فيها خالص. لكن تستخدمه للاوثنتيكيشن لا. خلاص طيب. على فكره هنعمل سيرتيفيكت بنفسنا، واصبر على رزقك، بس اصبر هنعملها ان شاء الله كمان مرتين ثلاثه اساسا، يعني خلاص احنا قربنا منها جدا يعني. طيب تعالى بقى كده ايه، نرجع لموضوعنا. LDAP search داش اكس، تعالوا كده هات لي الكلام ده كله كده على لس. بص كده ايه اللي حصل، قال لك ده اكستندد LDAP، والLDAP بتاعك LDAP version 3، والبيز البيز بتاع الدومين كنترولر بتاعك، الدومين الدومين بتاعك البيز بتاعه ايه؟ بص قال لك دي سي ايكوال تو مصطفى والدي سي ايكوال تو كوم. يبقى انا دلوقتي شغال بانهي طريقه؟ انا شغال دلوقتي بالداب 500 ولا بالطريقه بتاعه دي ان اس نيمينج؟ ها بالمنظر ده يبقى انا اكيد شغال بالطريقه بتاعه دي ان اس نيمينج، مفيش فيها كلام. حلو جدا جميل. احنا قلنا قبل كده اي حاجه في ال ديف بتبدا بهاش معناها ان هي ايه، معناها ان هي كومنت. حلو، ايه رايك؟ حلو قوي، حلو جميل. طيب بص عندك كده قال لك الدومين اللي اسمه مصطفى دوت كوم، الدي ان بتاعه الديستنجوشد نيم اسمه الدي سي ايكوال تساوي مصطفى والدي سي ايكوال كوم، وبيقول لك ان الدومين ده هو ممبر من الاوبجكت كلاس اللي اسمها توب والاوبجكت كلاس اللي اسمها دومين، والدومين كومبوننت او الدومين كنترولر بتاعك ده اسمه مصطفى. ايه رايك؟ انت عارف عمل ايه في اول خطوه؟ عرف الدومين بتاعك وقال لك هو ممبر في انهي اوبجكت كلاس، واحده اسمها توب وواحده اسمها دومين. ايه رايك؟ توب دي على فكره بالمناسبه هي هقول لك عليها كده، هي عباره عن اوكسيلري، اسف، هي عباره عن اللهم صل على النبي، ابستراكت كلاس. ابستراكت كلاس ماشي، معلش الزهايمر يعني. طيب تعال عندك كده مثلا الدايركتوري ادمنستريتورز، قال لك انت فاكر واحنا كنا بنسطب الدايركتوري سيرفر وكنا كان بيطلب منك تعمل حاجه اسمها الدايركتوري مانجر؟ اقفش عندك، هو ده بصراحه مش فاكر، هنرجع لها تاني، هنعمل انستريشن بنسبه 99.9% المره الجايه، هنعمل انستريشن مره تانية. خلاص طيب بص عندك كده قال لك انا عندي ستينجوج نيم السي ان ايكوال تو دايركتوري ادمنستريتورز، والدي سي ايكوال تو مصطفى ودي سي ايكوال كوم، والاوبجكت كلاس مش عارف بتاعته كذا، والسي ان كذا، واليونيك ممبر كذا. ايه رايك؟ بص قاعد يعرف الجروبس اللي موجوده عندك، عندك او يو اسمها جروبس دي سي ايكوال تو مصطفى ودي سي ايكوال تو كوم. بص كل ده عباره عن ايه؟ كل ده عباره عن ايه؟ مش دي عباره عن اسف انتريز او اوبجكتس جوه ال داب؟ اوبجكتس جوه ال داب صح؟ طيب كلام جميل. تعالى كده نعمل ايه يا سيدي؟ اللهم صل على النبي. تعالى نضيف اوبجكت في ال داب عندي، تعالى كده نضيف اوبجكت في ال داب، وتعالى عشان اسهل الدنيا عليك نعمل ايه؟ تلاتة تمانية تسعة كونسول. هل فيكم فاكر الظريف ده؟ وده سبب من الاسباب الرئيسية ان انا بحب الموبا اكس ترم ده، لانه بيسمح لك تعمل فوروردنج للاكس سيشن. خلاص؟ دي حاجة من الحاجات الممتازة جدا فيه يعني. طيب تعالى كده نفتح الدايركتوري سيرفر ده، اوبن هنا هون. تعال نروح كده للدايركتوري نفسها ونروح للدومين اللي اسمه مصطفى، وعندك جروبس. تعال كده نعمل ايه، نيو جروب ماشي كده. تعالى الجروب نيم هسميها وليكن مثلا اسميها ايه، اديني اسم، وليكن مثلا developers، والديسكريبشن description
جميل. ممكن اضيف لها لغات معينه كمان، البوزكس جروب. عايز اخليها بوزكس جروب. عارف بوزكس جروب يعني ايه؟ يعني اخلي لها جروب اي دي. ايوه، واقول لك الجروب اي دي بتاعها، وليكن هديها مئة ألف. خلاص، شكرا. عندك الجروب فتحتها هي. لما اقول لك بوزكس جروب، انت لو عملت لها جروب لوحدها كده، مش معناها ان هو الجروب دي بقى لها يوزر اي دي، اسف ما بقاش لها جروب اي دي. خلاص، هي جروب اتعملت من غير جروب اي دي. ده عباره عن كوليكشن اوف يوزرز هنا، او انتري بتسمح لك تضم اكتر من يوزر عندك بالنسبه للاداب. طب انت عايز تخليها جروب تسمح، او جروب تستخدمها على انظمه اليونكس، او انظمه اليونكس واللينكس، لازم في الحاله دي يكون ليها جروب اي دي. مش احنا قلنا اي جروب في دي لازم يكون لها جي اي دي؟ في الحاله دي يبقى لازم ايه؟ تقول له انا لازم استخدمها مع، ايوه بالظبط، البوزكس ستاندرد. طيب تعالى بقى ايه، نروح للبيبل. البيبل عندك اللي هم اليوزرز. تعالى كده نروح ايه، نعمل نيو يوزر. واليوزر بتاعنا، اول يوزر عندك هسميه محمد ماهر. اليو اي دي ام ماهر، مش كده؟ نصر ام ام نصر. ايه رايك في الاسم ده، ينفع؟ ها، الكومن نيم بتاعك شغال اهون. الباسورد بتاعته مش لازم احط له باسورد دلوقتي على فكره. الايميل هسميه محمد دوت ماهر @gmail.com. التليفون بتاعه وليكن مثلا 002 050 مش عارف 6 4 5 3 2 3 4، وليكن ماشي. مش هحط له فاكس. بالمناسبة اللي قدامك عنده ستار، معناها ايه ده؟ لازم تدخله. بص كده، ستار ده معناها ان هو مانداتوري. طب انت عمال تقول لي يا عم انا عايز احط له رقم تليفون وعنوان واللي مش عارف، والمحافظة بتاعته منين، واللوكاليتي والدولة بتاعته. افتح ادفانسد كده، هيجيب لك بقى كمية اتريبيوتس بالعبيط ممكن تدخلها، ماشي كده؟ حلو. عايز تضيف اتريبيوت، اعمل له اد هنا كده. عايز تضيف ايه بقى سيادتك؟ بص، اطلب واتمنى. شوف كمية اتريبيوتس قد ايه حاطينها لك. عايز تحط الاس نيم ولا الاس تي ولا الستريت ولا السكريتري ولا الروم نمبر؟ تخيل. بص، نعم، فين دي فين دي؟ مش فاهم حاجه، بتقول ايه؟ اهو ممكن اوريك اهو. بس يعني دي ما بحبهاش، انا ما بحبهاش شخصيا، لسبب لما تيجي تعمل له كده بقول لك شو اول اتريبيوتس، بص بيعمل لك ايه، حاجه ملهاش اي لازمه. يا عم يا عم فكك من الكلام ده كله، انا هضيف اللي انا عايزه بس. كميه اتريبيوتس بالعبيط. تعال مثلا وليكن يا سيدي انا هحط له كمان اتريبيوتس اسمه رقم الموبايل. ايه رقم موبايل نمبر؟ 002 010 مش عارف 3 4 5 6 7، ماشي كده. ممكن اقول لك كمان اد اتريبيوت وليكن الستريت كمان، او روم نمبر. انت الراجل ده شغال في الشركه في انهي روم نمبر؟ ايه رايك الروم نمبر بتاعه؟ الراجل ده قاعد في الغرفه رقم اف 45 مثلا، مش كده؟ ايه رايك؟ عندك بقى كميه اتريبيوتس، عربيه نص نقل محمله اتريبيوتس قدامك، املى زي ما انت عايز. خلاص، تعال كده اعمل اوكي. طيب اللانجوج بتاعت الراجل دول، عايز تحط له لانجوج معينه. الان تي يوزر، هل الراجل ده هي اكسس الويندوز ولا لا؟ خلاص، بالمناسبه ان تي يوزر ده اللي هو الراجل ده بتاع الويندوز ولا لا؟ طب بوزكس يوزر معناها بتاع اليونكس ولا لا؟ ممكن اقول له ان الراجل ده بوزكس يوزر او لا، براحتي عادي. طيب الاكونت بتاعه، الاكونت ده اكتيفيت، عايز تعمل له ان
او تخليه دي اكتيفيتد ولا لا. تعالى اعمله كده اوكي. بص كده تعالى هنا كده بروبرتيز بتاعته اليو اي دي، هدي للراجل ده اليو اي دي بتاعه 100,000. الجي اي دي هو ممبر في انهي جروب، اللي الجروب بتاعته 100,000 برضو. الهوم دايركتوري في سلاش هوم ام ام نصر. اللوجن شيل بن باش. خلاص تعالى كده ايه اوكي. طيب بص كده تعالى نقفل ده بقى كده خالص، شكرا. واقفل ده كمان. بص كده لو جيت اقول له ال داب سيرش داش اكس، بص كده ايه اللي هيحصل قدامك دلوقتي. مين ده يا ريس؟ مين ده؟ ها ايه رايكم؟ مش ده البيانات اللي عمال ادخلها من شويه؟ عرفت ان انت كل انتري بتدخلها في ال دي بتتخزن؟ طيب بص بقى كده عندك، بص كده عندك، اطلع فوق سنه كده. مين دي كمان؟ مش ده الجروب اللي انا كنت عاملها لسه من شويه؟ ها مش ده كان الديسكريبشن بتاعها برضو؟ مش ده كان الجي اي دي نمبر بتاعها؟ ايه رايك؟ صح؟ صعبة؟ ها حلو جدا جميل ماشي. طيب اعتقد ان النهارده كده يعني معقول على اللي احنا خدناه. المره الجايه هنعمل ايه؟ المره الجايه هناخد بقى الكلام دون. اسأل اسأل يا بطيء. ايوه ما انا بقولك اهو، اصبر بس. المره الجايه هنعمل ايه؟ بدل ما اعمل سيرش في ال LDAP دايركتري كامله، تخيل لو انت عندك الشركه بتاعتك عندك 5000 مستخدم، هتقعد تدور في 5000 مستخدم على اليوزر اللي انت جايبه دون، ولا انت عايز سيرش على اليوزر بالديستنجوش نيم بتاعه؟ يعني انا عايز اجيب اقول له طلع لي محمد ماهر نصر، ده اللي انا هعمله المره الجايه. المره الجايه خلاص تقريبا كده النظري بتاعنا انتهى. المره الجايه هنبدا نتعامل مع ال LDAP سيرش بشكل افضل، بشكل محترم اكتر، دي اول حاجه، ونبدا نخصص كده عمليات سيرش فيه. طيب الحاجه الثانيه هنعمل ايه؟ الحاجه الثانيه يا سيدي هنبدا نستخدم ال داب اد و ال داب موديفاي و ال داب ديليت عشان اعمل ايه؟ اعمل ديليت لانتري معينه جوه الدايركتري بتاعتك. خلاص كده ماشي كده. عايز معلومات عن الاو اي دي. ايه الاو اي دي ده بقى؟ الاوبجكت اي دي. ايوه تعالى كده هرجع تاني كده معايا. لس اي تي سي اوبن ال داب، لا مش اوبن ال داب، داير سيرف كده. دخلنا على كورس اوبن ال داب. في عندك سكيما، ده الفولدر بتاع السكيما بتاعتك. وليكن عندك مثلا اينت اورجانيزيشن بيرسون. بص عندك كده قلت لك كل اتريبيوت عندك بيكون له، اي اتريبيوت عندك بيكون له نمبر، صح؟ النمبرز دي متخزنه، النمبرز دي متخزنه عندك ليها قيمه معينه او بتسمح تدخل فاليو معينه، زي ان انت مثلا تدخل نمبرز والنمبرز دي تكون منظمه لثلاث خانات، كل خانه فيها ثلاث ارقام، او تدخل تاريخ والتاريخ ده يكون بالشكل الفلاني، مثلا السنه بعد كده اليوم بعد كده الشهر، او السنه وبعد كده الشهر وبعد كده اليوم. طيب السنتاكس بتاعه اهو، خلاص كل اتريبيوت طيب بالمنظر ده ممكن تجيبه. تعالى هنا كده لو جيت اقول لك كده الداب واديتك الرقم ده، بص الرقم ده لو دخلت على الاي تف كده، بص كده حضرتك
بص كده هتلاقي كل معلوماته بالكامل. بص الرقم ده بيوصف لك ان انت تخزن الفيكل نمبر او رقم بتاع العربية بس، مش كده؟ ماشي. طيب حلو قوي. طيب السنتاكس بتاعه، لا هو السنتاكس بتاعه، هو عايز تجيب السنتاكس بتاعه. بص كده السنتاكس بتاعه عامل ايه، بيقول لك a string in this syntax is encoded in UTF-8 form كذا 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 must be prepared to receive encoding of arbitrary مش عارف unicode characters. شايف؟ ها مش ال description، بس description والوصف بتاعه بيعمل ايه بالظبط، بيخزن ايه، ايه اللي ممكن تخزنه فيه، مش كده يا ريس؟ ماشي. يبقى السكيما بتاعتك كانت بتقول لك ايه، السكيما بتاعتك بتقول لك انا هخزن اتريبيوت اللي النوع بتاعه كذا، النوع ده ممكن يكون سترينج ممكن يكون مش عارف ايه، والسنتاكس بتاعه اهو خلاص. يبقى لما تيجي انت تدخل قيمه للاتريبيوت ده لازم القيمه دي يكون نوعها كذا، ولازم تكون السنتاكس بتاعها مطابق للسنتاكس اللي هو كذا خلاص. فده كانت الريستريكشنز بتاعت مين، انت تدخل اتريبيوت وتخزنه. ماشي. طبعا دي اتريبيوتس كلها موجوده عندك، شايف الديسبلاي نيم والايكواليتي بتاعته. طيب كلام جميل، حد عنده اي مشكله؟ ها اللي انا قلته النهارده حد عنده اي مشكله؟ هرد على سؤالك هقول لك احنا لسه ما وصلنالوش، الاتنين ما لهمش علاقه ببعض. السامبا بتخزن اليوزرز في مكان والال ده بيخزنه في مكان تاني خالص. بكره ان شاء الله هنكبر المثال، بكره حضرتك لو كان في وقت بكره احتمال كبير جدا ننقل اليوزرز العاديين اللي موجودين على المكنه لايه، لليوزرز جوه ال داب لو في وقت خلاص. طيب اشوفكم بكره بقى ان شاء الله، وبكره حضروا نفسكم لايه، للعمل يعني. ماشي يلا تصبحوا على خير، السلام عليكم.